هاي أول شاشة أوليد 4K في العالم 240 هرتز. خلونا أول إشي نتكلم عن التصميم. الشاشة مسطحة ومش منحنية وعليها مادة جلوسي لتقليل الانعكاسات مع الاحتفاظ بعمق وجمالية اللون الأسود. تصميمها جميل وأنيق بلمسات موجهة للاعبين مثل الإضاءة الحمراء اللي بنشوفها أسفل الشاشة من خلال البروجيكشن أو اللمسات الجمالية في الخلف، لكن بدون مبالغة في الـ RGB. القاعدة مصنوعة من المعدن وجاية على شكل حرف V، ومن خلالها ممكن تعدلوا مستوى ارتفاع الشاشة وأيضاً تنظموا الكابلات اللي عندكم. الشاشة موجهة للشخص اللي بيبحث عن أفضل مواصفات وأفضل صورة لشاشة ألعاب في السوق حتى لو كان سعرها مرتفع. من الأشياء اللافتة للنظر فيها إنها بتستعمل بانل QD OLED المتطور اللي بيقدم سطوع أعلى وألوان أفضل من المعتاد في شاشات الأوليد. لو بدنا نتكلم عن المواصفات، هاي الشاشة حالياً على مستوى القمة من كل النواحي. دقة العرض 4K، الحجم 32 إنش اللي هو الحجم المثالي لدقة عرض 4K بالنسبة للشاشات، ومناسب لسطح المكتب. أنا كذوق شخصي بفضل على استخدام تلفزيون بحجم 42 إنش كشاشة لسطح المكتب. التردد 240 هرتز لأول مرة بالنسبة لشاشة أوليد، يعني بتقدر تشغل لعبتك حتى 240 إطار لو عندك كرت شاشة متوحش زي الـ RTX 4090. وزمن الاستجابة 0.03 ملي ثانية، واللي هو رقم شاشات الـ LCD بتحلم توصل له، وبيعطيك أفضل سلاسة ونعومة ممكنة للحركة بدون أي نوع من الغباش. والسطوع بوصل 1000 شمعة على مساحة 2% من الشاشة. الشاشة أيضاً بتقدم تغطية لألوان معيار DCI-P3 اللوني بنسبة 99%، وعندها مصادقة Display HDR 400 True Black اللي بيضمن لك إنه الـ HDR في الشاشة حقيقي، وبفرق كثير في التجربة. تجربة الـ HDR سحرتني بكل معنى الكلمة، وأنا من عشاق هاي التقنية بشكل عام. الألعاب اللي فيها بيئة مظلمة زي Resident Evil وهيل بليد هي أكثر ألعاب بتقدر تتلمس فيها روعة العمق في الصورة ومستويات اللون الأسود وجمال التباين اللي بيقدمه الـ HDR. ولو كنت جاي من شاشة قديمة وعامل أبجريد، بكل صدق راح تحس إنك تلعب لأول مرة في حياتك. الشاشة فيها منفذين HDMI 2.1 تقدر تستعملهم عشان تشبك جهاز كونسول زي البلايستيشن 5 أو الإكس بوكس سيريس إكس وتاخذ أفضل أداء وأفضل صورة ممكنة للجهاز. وفيها منفذ ديسبلاي بورت 1.4 وفيها USB-C ومنافذ USB 3.2 وفيها فتحة السماعات التقليدية 3.5 عشان توصل الهيدسيت تبعتك، وحتى فيها أوبتيكال أوديو. واجهة المستخدم غنية جدا بالخيارات، فيها عدة أطوار للـ HDR منفصلة عن إعدادات الـ SDR، وفيها مؤشر للتصويب بألعاب الشوتر، وفيها عداد FPS، وفيها خاصية الشادو بوستينج اللي بتساعد بتحسين الرؤية والظلال من خلال تغيير مستويات اللون الأسود، وأيضاً فيها خاصية إضافة الإطار الأسود ELMB لتنعيم الحركة. بالنسبة لشاشات الـ OLED، في ناس بتخاف من مشكلة احتراق البكسلات أو تطبيع البكسلات. هاي الشاشة فيها تقنيات عديدة للحماية ولإطالة عمر الشاشة، منها إنها بتستخدم هيت سينك معدني حتى تحسن التبريد وتقلل الحرارة اللي ممكن تأثر على العمر الافتراضي للبانل، وأيضاً فيها نفس تقنيات الحماية اللي موجودة في تلفزيونات الأوليد المتطورة مثل البيكسل شيفت والبيكسل ريفرش. لكن مع ذلك بننصحكم بالحرص أثناء استخدام الشاشة، ما تخلوا الصورة ثابتة لفترات طويلة جداً. لكن مع ذلك بننصحكم تكونوا حريصين أثناء استخدام الشاشة، ما تخلوا صورة ثابتة واحدة لفترات طويلة جداً. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية استعراض هاي الشاشة اللي هي شاشة قيمة جداً بكل معنى الكلمة، ومن الأفضل إن ما كانت أفضل شاشة موجودة في السوق حالياً، لأنها بتجمع بين الجمالية العالية للصورة بفضل بانل QD OLED والاستخدام المتطور لتقنية الـ HDR، وما بين الأداء العالي مع التردد اللي بوصل 240 هرتز وزمن الاستجابة السريع جداً. احكوا لي رأيكم بالشاشة في التعليقات، واعطونا لايك وسبسكرايب. سلام.